مالك يا حاج رجعت؟ مالك رجعت؟ الساعة 12 انتهي الاضراب ولا لا؟ ها؟ الساعة 12 انتهي الاضراب. لا يا اخي ورا. ابو الخبر الصغير هذا الدولة هذا. والله ما بالله ها الهيئة توقفت لأنه لم تعد تمتلك النفقات للتشغيل، سحبت مبالغها أكثر من 74 مليون دولار الذي سحبت خلال هذا العام من المالية تباعا. المالية تتدخل وتعين بالرغم من الهيئة مستقلة، يكفلها قانون الهيئات والمؤسسات رقم 35 ويكفلها قرار إنشاء الهيئة. عمل كنسل الإعلان ما ينفعش هذا الكلام. توصلنا إلى تعليق الإضراب 48 ساعة استجابة لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس على أساس أنه سيحل الأمر يوم الأربعاء إن شاء الله.